أنها كثيرة الشك في الصلاة والوضوء والغسل وفي تلاوة القرآن الكريم وفي طهارتها أيضا. ترجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل بتوجيهها لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الشفاء، جزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكرته السائلة مرض نفسي وهو وسواس وهواجس بسبب تسلط الشيطان عليها، فعليها أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان وأن تكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، وسيذهب الله عنها هذا الوسواس، لأن الشيطان يطرده ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه الله بالوسواس الخناس، وسواس إذا غفل العبد عن ذكر الله، وخناس إذا ذكر العبد ربه فإنه ينخنس ويبتعد. عليها بالإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ويبتعد عنها الشيطان، ولا سيما آية الكرسي، فإن آية الكرسي لها خاصية في طرد الشيطان، قد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها عند النوم فإنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وعموم ذكر الله يطرد الشيطان، ولكن بعضه أقوى كثيرا من بعض. عليها بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، خصوصا آية الكرسي والمعوذتين، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى: فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك عليها أن لا تلتفت إلى الوسواس أو تتأثر به أو تنفعل معه، بل عليها أن ترفضه رفضا تاما ولا تلتفت إليه، فإنه سيذهب عنها بإذن الله، وإنما يزيد عليها إذا اهتمت به وانفعلت معه وألقت له بالها فإنه يزيد عليها. أما إذا لم تهتم به ولم تلتفت له وأقبلت على صلاتها وعلى عبادتها فإنه لا يضرها. وكذلك إذا تطهرت مثلا وتوضعت فإنها لا تلتفت إلى الوسواس، لأن الأصل الطهارة. كذلك إذا صلت لا تلتفت إلى الوسواس بعد فراغها من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أو أمرنا أن الإنسان إذا صار عنده شك بعد الوضوء، إذا صار عنده شك بعد الوضوء هل انتقض وضوءه، أنه يمضي ولا يلتفت إلى هذا الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، إنه إذا تطهر فإنه قد ارتفع عنه الحدث يقينا، وكونه شك في انتقاض الوضوء هذا لا يؤثر على اليقين. ومن هنا قرر العلماء قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهذه القاعدة إذا استصحبها المسلم فإنها تريحه من وساوس كثيرة. وقد يكون مع هذه المرأة أمراض عصبية، فعليها أن تراجع الأطباء أيضا ليعالجوها، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تنصحونها بأن تذهب إلى أحد طلبة العلم المخلصين الربانيين كيما يقرأ عليها لعلها تستفيد؟ نعم، هذا من ذكر الله، ولا تذهب إلى أحد العلماء الموثوقين في عقيدتهم وعلمهم ليقرأ عليها من القرآن وليرقيها من كتاب الله، هذا أيضا من أعظم الأدوية النافعة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هل تحذرونها من شيء آخر شيخ صالح؟ نحذرها أن تذهب إلى المشعوذين وإلى الدجالين والكهنة، لأن هؤلاء يكذبون على الناس ويستغلون حاجتهم ويغيرون عقائدهم. نحذرها من الذهاب إلى المشعوذين والدجالين، وأن تذهب إلى أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة وأهل الفقه دون الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.